السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لست في حاجة إلى القسم بأن هذا مسجد. البعض يقولها بعبارة صدق أو لا تصدق، لكن نحن في الريف اعتدنا أن ممكن الإنسان يتوضأ ويصلي على الأرض أو على بعض عيدان القش أو النجيلة. هذا هو مسجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. من بنى لله مسجدا ولو كعش طائر بنى الله له قصرا في الجنة. هذا المزارع الوقور المحترم قام باقتطاع جزء من أرضه وعمل هذا المصلى، أو يمكن أن نطلق عليه تجاوزا مسجد لله. الطريف في الأمر طبعا هو المكان تحت شجرة وأحاطه بقطع من الخشب كما نشاهد. من بنى لله مسجدا كعش طائر، فيما معنى الحديث بنى الله له مسجدا في الجنة. هذه الروعة وهذا الجمال. والطريف في الأمر يعني هذه الترومبة، طلمبة مياه جوفية أو كما يقال الطلمبة الحبشية لمن يريد أن يتوضأ. المسجد مفروش بالقش، والله أعلم هذا عند الله مثل السجاد وأفضل. القش طاهر عموما، يعني لمن لا يعيشون في الريف القش هذا طاهر جدا، وعلى فكرة مفيد. يا من يصلي على القش إن شاء الله عمره ما يتعرض لأمراض ولا أوبئة ولا فيروسات، لأن الأرض دي نظيفة معقمة من الشمس. كما أن القش كخامة طبيعية بياخد الموجات أو الكهرومغناطيسية، ودائما أبدا يعلم الجميع أن المزارع المصري بإذن الله في الشمس والهواء والطبيعة لا يعاني من الأمراض أو كما يقال الكهرباء زيادة أو الأمراض الكهرومغناطيسية أو التلوث الكهرومغناطيسي، لأن المزارع أو أبنائنا في الريف يعيشون مع الطبيعة. مرة أخرى هذا المصلى الرائع الذي اقتطعه المزارع من أرضه وجعل مكان للوضوء ومكان للصلاة. يا سادة، أنا وأنتم شاهدنا كثيراً مزارع قد يفترش عيدان القش في أرضه أو قد يصلي على الأرض الزراعية، وإن شاء الله يقبل منه الصلاة قبولها عند الله سبحانه وتعالى. قد يقبلها منه أكثر مما يقبلها منا، فقبول الصلاة عند الله سبحانه وتعالى. وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. وبالطبع هذا الرجل المزارع كانت نيته بناء هذا المصلى لله، اقتطعها من أرضه ويدفع لها الإيجار. من بنى لله مسجدا ولو كعش طائر بنى الله مسجدا له في الجنة. أوثق هذا الوضع على الطبيعة، أوثق هذه اللحظات. يعني أنا عاجز عن الكلمات، أدعو لصاحب هذا المكان بالبركة، وللجميع الذي يتصارع على المساجد، لا اللي عايز يصلي يصلي في كل مكان وفي أي مكان، في الحقل، في المصنع، في المدرسة، في أي مكان. من بنى لله مسجدا ولو كعش طائر أو كعش قطاة بنى الله له مسجدا في الجنة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وأظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مسجده الأعمدة من النخيل أو سيقان النخيل، وكانت حاجات بسيطة. وأنا لا أدعي شيء، علماء الدين يقولوا من علامات القيامة التفاخر بارتفاع المآذن وارتفاع المساجد وتزيين المساجد. لمن يريد أن يصلي الأماكن متاحة للجميع، في كل مكان، في الأرض، في المدرسة، في المصنع،
أشكركم وأشكر حسن المتابعة. بنوثق هذا المسجد الرائع أو المصلى الرائع، وندعو لصاحبه ولكل من يشارك في الخير بالبركة. شكرا، نشكركم ونشكر حسن المتابعة.